كاتو، أعتذر على التأخير، وحنبدأ إن شاء الله بعد شوي ناخذ الموضوع ونتناقش فيه بإذن الله. كل هذا كلام والحديث موجه للجدد في الهواية حتى يفهموا إيش معنات الحجل هذا في قدم الطير. الحجل ببساطة هي حلقة معدنية نركبها في قدم الطائر بعمر صغير، يكون عمره أقل من 25 يوم إذا كان مثلاً ببغاء. يحتوي الحجل على معلومات منها تاريخ الميلاد، مثل هذا الأول الفضي تاريخ الميلاد 2014، نختصر برقم 14. رقم 14 يكون مكتوب، أو التاريخ تاريخ الميلاد يكون مكتوب بطريقة عمودية مختلفة عن الكتابات الأخرى. السطر التالي يكون مكتوب الاسم، اسم المنتج أو الرمز، مثلا حرفين أو ثلاثة حروف أو حرف واحد يرمز للمنتج نفسه. الرمز الثالث، هذا الرمز عبارة عن رقم هوية، أي رقم أنت كمنتج تحدده أو تكتبه أو تختاره، مو لازم يكون رقم، لازم يكون هذا الرقم رقم محدد أو له معنى معين، بس يفرق بين طير وطير، بين أخ وأخوه. مثلا 156 هذا الطائر اللي أمامي، يكون 157 أخوه، 158 الفرخ الجديد، وهكذا. أحيانا يضاف أرقام أخرى في خانة ثانية بالجنب، يكون هذا الرقم رقم الصندوق، صندوق العش. هذا أشياء خاصة بالمنتج ما تهمك كهاوي، أنت اللي يهمك كمربي أو كمشتري هذا التاريخ، التاريخ الميلاد، وأحيانا يهمك اسم المنتج إذا كان محلي أو غير محلي. طيب نجي الآن للسؤال المهم، إذا كان الحجل ما يحتوي على المعلومات هذه المهمة إيش معناته؟ لها عدة معاني طبعا حنشرحها الآن. أولا احتمال يكون الحجل وسيع، بمعنى أنه تم تركيبه في عمر كبير للببغاء فما يحدد التاريخ ولا يفترض يكون مكتوب عليه تاريخ. لكن إذا كان الحجل ضيق أصلا وكان ما عليه تاريخ، فهذا أسلوب من أساليب بعض المزارع وبعض الدول ما تسجل التواريخ على حجولها، وبالتالي حيبقى الموضوع مجهول وحيبقى عيب من عيوب التصدير وعيوب المزرعة هذه. فإحنا بالخيار وقت إذا قررت تشتري طائر ما عليه حجل، أو الحجل فيه وسيع، أو الحجل فيه ما عليه تاريخ، فلازم تحسبها صح وتعرف أنه عمر الطير هذا اللي شريته بيكون مجهول، أو قيمته السوقية حتنخفض في المستقبل إذا قررت تبيعه لأنه المشتري ما حيعرف عمره. ركز الآن على حجل هذا الطائر ونشوف قديه هو ضيق. الحجل يصعب إخراجه في هذا العمر، لازم يكون يتم قص حتى يخرج، ومسجل عليه رقم جوال، فبالتالي خلاص تعرف أنت من خلال رقم الجوال من الرموز اللي عليه أنه هذا إنتاج محلي، إنتاج السعودية. بعض الاتحادات، اتحادات إنتاج الببغاوات والطيور الناطقة، يعتمد على ألوان بدل التاريخ، اللون المعين للتاريخ المعين أو السنة المعينة. أما الحجول اللي ما عليها لا تاريخ ولا بيانات مفيدة، مجرد أرقام مجهولة وما فيها رقم يكون بالعرض زي ما اتفقنا هذا رقم تاريخ الميلاد، إذا ما حصلت بالشكل هذا مكتوب، يعني كان أرقام عادية بشكل آخر، فلا تعتمد عليه أنه تاريخ. هذا النوع من الحجول اسمه حجول تصدير أو حجول تحليل، يعني ركبناه عشان نحلل جنس الطير، أو ركبناه عشان نقدر نصدره من دولة إلى دولة أخرى، لأن الدول تشرط أن يكون له رقم هوية حتى يقبلوا تصديره. طيب نيجي الآن نتكلم عن نقطة أخرى، اللي هو التفريق بين الذكر والأنثى. هذا السؤال انعرض علي كثير، مهما تكلمت فيه حيبقى يشغل الناس وحيبقى هاجس عند الكثيرين، وحيبقى في ناس يجيك يقول لك لا، في علامات تفرق بين الذكر وبين الأنثى بالعين بالذيل. وعلشان يعني نحط حل للموضوع هذا، راح أفصل تفصيل ممل، وأنا مضطر أني أفصل تفصيل ممل حتى توصل الرسالة. الكثير من الأنواع اللي أسأل عنها، مثلا النوع الإفريقي أو الأمازوني، الكوكاتو، المكاو، الدرة، وأحيانا الكروان، وأحيانا البادجي، وأنواع أخرى من الطيور. مثلا الطيور الصغار اللي مثل البادجي والكروان والروز، هذه لها مواقعها اللي تكلمت عنها بالتفصيل، فما أحتاج أن أتطرق لها الآن. اللي أحتاج أتطرق له الآن هو الإفريقي مثلا، الإفريقي والأمازوني.